Good morning Kuwait. أنت تسمع نغم الصباح. عزيز أنا معروف عني ودائما أتكلم وأتوقع كل مستمعين نغم الصباح يدرون إن أنا دائما أقول إن أنا animal lover. وايد أحب مكرم سامع الحيوانات وأهتم فيهم وأي شيء أشوف شارعتي ودي أخمطه. حلو. لكن اكتشفت عندي اهتمام جديد ريسنتلي. شنو هو؟ بكل شيء أخضر في الحياة. أوه. سايرة أحب الخضرة وأحب الزرع. الخضرة مو اللي تنوكل لا الخضرة الزرع. الزرع. فاكتشفت مع الوقت إن مجرد ما أنت تشوف خضرة تشوف اللون الأخضر تشوف لك زرعة هذا ترى يعطيك شيء راحة من داخل تحس نفسك مرتاح وتحب شيء طالع. وإحنا محظوظين بمارينا لأن عندنا 26 شيارة أصلاً موجودة داخل فإحنا أصلاً كأننا عايشين outdoor بس إحنا indoor. فاللي ودي يعيش دائماً بأجواء بين الخضرة والزرع وكذي اعتقد مارينا المكان المناسب لهذا الموضوع. عشان كذي صار عندنا فضول في موضوع الزراعة بالكويت وإحنا وين واصلين وخصوصا الحين إحنا يعني نقفل موسم الصيف الحين وداشين بالموسم اللي الناس تتحمس تزرع ويلا بيزينون حدائقهم. فش رأيك اليوم نعطيهم كذي من أهل الاختصاص دائما نقولك عطي الخباز خبزة وخلى هو يتكلم في هذا الموضوع. فإحنا اليوم لقينا الضيف المناسبة اللي ممكن تكلمنا مع الخضرة اللي وراء هذه كلها عذاري المطوع مهندسة وباحثة زراعية. Good morning عذاري. Good morning. يعطيكم العافية. تشرفتكم موجودة عندك اليوم بالاستوديو. انا واهيد مستانسه اني موجوده لان جيتي بالوقت المناسب. تخيلك كل شيء جاي بوقته حتى الحين موسم الزراعه قاعد يبتدي الحين لازم نبتدي نجهز. اكتوبر جاي يلا جهزوا حدائقكم رتبوا المكان روحوا شوفوا المشاتل يلا. بالضبط. فاليوم هذا الاهتمام مع ان الناس تهتم ويكون عندها الاهتمام انه يلا بزرع حديقتي بحط زرع عشان الناس اللي بتقعد بتسوي باربيكيو بتسوي جادرينج في الحدائق بس دائما نخاف من هذا الموضوع. ذلك شنو نقول؟ نقول يعني الحين انا بزرع وبروح اختار زرعه ولا اختار ورده الجو الكويت حار وما ادري هذه الورده ولا الزرعه بتكمل معاي اسبوع ولا بتكمل معاي كل السيزن. ليش احنا دائما عندنا مشكله لما نتكلم عن الزراعه بالكويت؟ شنو المشكله اللي قاعد تصير معانا؟ انا ما الومهم يعني الموضوع شوية يخوف. أنت لما تمشين بالصيف خاصة عبد العزيز أنت تمشي تشوف الزرع يحترق برا بالشارع بالصيف وهو من أكبر المشاكل عندنا بالكويت هو درجة الحرارة هو أن عندنا قلة الماء ما عندنا ماء كفاية بالكويت من مصادر طبيعية وعندنا أيضا مشاكل أن تربتنا وايد وايد تعبانة. بس كل هذه المشاكل نقدر نتخاطاها ونتفاداها إذا عرفنا الطريقة الصحيحة وزرعنا نباتات اللي تناسب المكان عندنا. حلو. نباتات البرية في نباتات من أستراليا من باكستان تقدر تناسب وتلائم جونا. نايس. حلو. وايد حلو وايد حلو. إنزين يعني إحنا ما عندنا فكرة شنو هالنباتات هذه في أشياء معينة ممكن نزرعها وتتم معانا قدام ويكون مثلا شكلها حلو وتعطي انعكاس حلو حق الجو وحق البيئة اللي حوالينا. أكيد عندنا إحنا نباتات اللي هي النباتات الفطرية أو الطبيعية بالكويت اللي تعرفون هو الرمث والعرفج وعندنا الكالتروبس اللي هو العشرج. عندنا وايد نباتات وأيضا عندنا نباتات اللي مثل هي السدر اللي وايد الحين قاعد تشوفونها بالشوارع قاعد نغير بدال النخل قاعد يزرعون السدر لأن أسهل لنا ناخذ الكنار. أكيد. وعندنا نباتات مثل الواشنطونية النيريم ناندر عندك حتى الياسمين العربي. وايد ناس يقولون لي أوه ما في عندنا نباتات تطلع ريحة أو شيء كذي أو حتى عندنا المشموم التاي بازل وشيء اللي بعد ما حد يعرفه أن المشموم أنك تقدر تاكله إيه على طول كذي من يعني أقطع واكل على طول إيه الورق. أوه. المشموم لأنه هو من ربع الريحان. واو يلا البازل حمسينا أكثر الحين إيه. عشان ناخذ ونزيد على السلطة شوي. إيه زيد على السلطة حط مع سلطة الفواكه بعد روان. يا سلام. إيه. شوقتيني وايد وايد عذاري يعني صج هذا المجال وأنا أقول يا بخت فعلا من مهتم في عالم الزراعة وما شاء الله إحنا قاعدين نشوف الحين حتى يعني وايد متقاعدين حب إنه هو يسوي عنده حديقة داخلية في البيت قاعد يتعلم الزراعة قاعد يصير يبوني حتى اتجهوا حق الجانب الثاني يبون يسوون أمن غذائي فقاعد يسوون حدائق سواء كانت الزراعة المائية وكل هذه الأمور اللي قاعد تصير معهم. فاليوم أنت قاعد تشوفين تطورنا إحنا بالكويت في ناحية الزراعة وصار الموضوع إنه والله الناس قامت تفهم وتعرف وتقرأ ولا لحد الحين متأخرين في هذا الموضوع؟ لا احنا من زمان متقدمين خاصة انا اقول شروان يعني وايد ناس ما يعرفون هالموضوع ان من الخمسينات مع اكتشاف البترول الحكومة وايد هيئت ان احنا نغير نطور ونغير الشوارع عندنا حتى صارت في مسابقات حق المدارس اساس انه يزرعون سووا حدائق حق المستشفيات وبعد مع الوقت انتوا لو تشوفون صار بعد موضوع الامن الغذائي مثل ما قلتي صار عندنا نبوش اساس انه نسوي امن الغذائي ووزعوا مزارع لهيئه الزراعه والثروه السمكيه عشان يصير عندنا اكتفاء ذاتي.
بعدين صار مع الكورونا كلنا حسينا بالقمتة. صح. يعني عبد العزيز كلنا ما قدرنا نسافر، ما قدرنا نطلع برا بيوتنا، تغيرت الحياة. إيه، ففي هالناحية خاصة مع آخر سنتين ثلاث سنين كل الشباب أيضا الشياب قاموا وقالوا نبي نغير أجواءنا بيوتنا داخل البيت وبرا البيت، ونسوي المكان اللي نحن نرتاح فيه. وروان مثل ما قلتي إن لما تبين لون الأخضر أول ما بدينا الموضوع قلتي إن أنت ترتاحين نفسيا. إي والله، وهو صدق في دراسة إن اللون الأخضر، أعطيني دراسة ثانية أحب الدراسات ثانية. في دراسة تثبت إن اللون الأخضر من الألوان اللي تريح النفسية، تريح نفسيتك، تعزز فيك روح الإبداع، حتى إذا عندك تبي تشتغلين خليك تشتغلين زيادة، تقدرين تنتجين أكثر. إذا أنتم مرضى لا سمح الله بعيد عنكم الشر، يبين إنه في دراسات إنه في المستشفيات اللي فيها حدايق الناس تتعافى وتشافى وتطلع برا المستشفى وايد أسرع. شلون؟ هذا الموضوع يأثر حتى على الجانب النفسي. الاهتمام في الحدايق المنزلية، بما أنك أنت طريتي الحدايق المنزلية، وأنا حتى قاعد أشوف ترى شباب صغار، إحنا دائما لما نربط ترى الزراعة عندنا هذا يعني الستيريوتايب إنه لازم يكون شخص وايد كبير شايب متقاعد عمرهم ما يكبر، فما عندهم شيء، خلاص فاضيين يلا بيزرع، وهذه النظرة اللي الأبو المتقاعد اللي ماسك الهوز ويسقط زرع وكذي. لكن اليوم احنا قاعد نشوف شباب صغار هو قاعد يثقف نفسه بموضوع الزراعة ويبي يزرع ويبي يعرف بأنواع الزرع. وشفنا وايد ترى يعني ورش فعلا سووها وايد جهات قاعد يحببون الناس في هذا الموضوع. فأنتي مع هذه الثقافة ان انت تقولين ليش لا ان ما يصير عندنا ورش او اماكن مخصصة تنشر هذه الثقافة؟ موجودة عندنا بالكويت ولا؟ أكيد عندنا، روحوا سيز إيفنت يصوون وايد ورش عن ناحية الاستدامة والحدائق والتراريومز، في وايد وايد ورش، حتى أونلاين في ورش، يعني حتى مو لا تطلعون برا بيوتكم إذا تبون، you can go online بسوشيال ميديا، في وايد بوست وايد بروفايلز قاعدة تهيئ شويخ جاردن، شامية جيت، حتى شامية جيت لازم أقول لكم عن شامية جيت لأن صراحة شيء وايد 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 حلو، مبادرة عجيبة إنه هالخرافي وياهم. لازم تقدرون تزورون كل يوم سبت تروحون بشامية، كان عندهم هالأرض الفاضية وحولوها إلى جرين هاوس. واو ما شاء الله. وكل يوم سبت تقدرون تروحون تقريبا الساعة 11 الساعة 12 عندكم يا هال، بعد أحسن يروحون يجمعون البذور، يروحون يزرعون، تروحون تشوفون بيوت محمية، حتى لو عندكم غلاس قهوة تبون ترتاحون بس شيء تشيل. أيوة. ريلاك يا سلام، روحوا غيروا أجواء هناك. حمستيني والله. إيه. كل سبت، بس أنا بطل الرطوبة تخلص صراحة. صح. إيه. بس هي أجواء أكيد تجنن. بالضبط. ما باقي شيء على شهر 10، ما باقي شيء. هانت ان شاء الله. ابتدى الحين موسم الزراعي بالكويت، يعني هل يقدرون اليوم عذاري الناس تروح المشاتل وفعلا تشتري نباتات وتزرع، ولا تو الناس لازم ينطرون شويه؟ فاعطينا وقت مثل يكون البيرفكت تايمينج عشان الناس ترد مره ثانيه. انا قلت يا هروان الحين فتره ان تجهزين الارض، اذا عندكم مكان تبون تزرعونه، اذا ما زرعته بالصيف ان شاء الله ما زرعته بالصيف، لان ارباع النباتات راح يموتون او راح يتعبون عندكم بالصيف من درجه الحراره. صح. فإذا الحين عندكم أرض أو مساحة فتقدرون تجهزون الأرض، التربة تقلبونها، تقدرون تسوون المخطط لها، لأن وايد ناس يسبالهم من الزراعة بس أحط الزرع كله أي زرع مع بعض وإنه راح ينسمج مع بعض، لا ما فيه هذا الموضوع، غير لأن كل نبتة لها احتياجاتها، تحتاج مساحة معينة، تحتاج ري معين، فلازم الألوان وشكل الأوراق. صح. يعني صدقين انت الحين وانت قاعد تكلمي عذاري لما تقولين ان لازم احنا نثقف عمرنا حتى في سالفه ان انا لما اختار هالزرع او هالورده احطهم يم بعض، ترى الموضوع قاعد يكون اغلب الوقت عشوائي، يعني الاهل خصوصا يعني لما يكون في اعتماد من الام والابو ان هم اللي راح يرتبون الحديقه حق الاجواء هذه، ترى يروحون يشوفون اللون ولا الشكل، كنا هذه حلوه مع هذه، ودشين وصح تشوفين الحديقه من كل نوع، بعد ما يطول يمكن حتى ما يطوفون يمكن اسبوعين او ثلاثه تشوفين يا هذه ماتت يا هذه ما ادري ايش صار فيها. فمنو ممكن يعني شلون انا اعرف اذا النبته مناسبه مع هذه او شنو الحين؟ يعني اعطينا اسامي نباتات او زرع ممكن يكون وجودها يم بعض او مكان واحد راح يكون وايد زين وجميل. اصلا شوفي هو لازم تفكرين من ناحيه روان شلون برتب الحديقه، ان انا بحط شير خاصه اذا عندي مكان مكشوف لازم أغطيه، أحط شير طويلة، أحط النخل، أحط الصدر عشان يسد الهواء، يسد يسوي مايكرو كلايمت، يلطف الجو هالموقع. أيوة.
بعدين تقدرين تنزلين من النباتات اللي هي وايد أطول اللي هي 10 متر توصل 12 متر الكبار النخل والسدر هذيل، تنزلين تروحين النباتات اللي هو أصغر النيريوم أوليندر جازمن الأريبيان جازمن مثل ما قلنا، تقدرين تنزلين النباتات اللي شوية حجمها شوية أصغر عشان تصير بتدريج أيضا باحتياجات وبشكل المنظر ما يتعب عينك شو أنت قاعد طالعين. بين وراها تقدرين تحطين سبايدر ليليز، بين آخر شيء تحطين يمكن اللي هو الجراوند كفر اللي يغطي الأرض بس هو اللانتانا كاميرا، أو بالنهاية تحطين العشب عشان تقدرون تمشون وفي مساحة تقدرون تروحون بين الزرع. حبيت والله الترتيب إنه لازم نبلش أول شيء النباتات الكبيرة بعدين ننزل شوي شوي لين ننزل للعشب، شيء وايد حلو. إنزين عذار شنو أكثر المشاكل اللي تواجه الناس وقت الزراعة؟ يعني هو أكثر مشاكل تواجهها الناس هو إنه شنو راح الري، خاصة الري، لأن مثل ما قالت روان في ناس تمشي ماسك الهوز وقاعدين بس يرشون الماي، ترى هذا وايد صرف ماي ما يحتاج إحنا نصرف كلها كمية الماي، ممكن يضر النبات أيضا، راح يمكن يضر النبات مثل ما قلت عبد العزيز، يمكن راح يصير فيه وايد ماي تكدس بالماي والجذور راح تتعب وتعفن لأن مو قادرة تتنفس، التربة صارت متكدسة وأيضا هذا راح يسبب عفن لهم مع الوقت. صح، هذا هو الموضوع. الناس ترى تزرع وما تدري انه والله لازم تحط بعض الفيتامينات بعض المواد اللي تقوي النبتة. احنا عندنا ناخذ النبتة من المشتل نزرعها وبس، وكلها حاطين بالنا اذا في شمس وفي هواء ونعطيها ماي ينتهي الموضوع. ودائما بس نشوف الزرعة والنبتة تذبل، الحل دائما احنا حسب لنا انه خلاص ماتت الزرعة فنشيلها وخلاص نتخلص منها ونزرع شيء جديد. فاليوم هل هذا غلط اللي احنا قاعد نسويه؟ هل لازم احنا نطول بالنا شوي على النبتة؟ متى نعرف ان النبتة والله فعلاً عطتك عمرها ولازم أنا أشيلها، وبين إنه والله مريضة تحتاج أدوية بس؟ هو شوفي إذا ما تشوفينها هي مريضة تبتدين تشوفين يعني أوراقها تصير صفرة أو إذا أوراقها صارت مثل بنية وقامت تصير شنها ناشفة، هذا يمكن أنت حاطة وايد سماد حركت النبتة ما تدري. فأيضاً لازم تعرفين من شكل الورقة، إذا كانت ذبلانة معناتها يمكن أنت حاطت لها وايد ماي أو أقل ماي، فلازم تعرفين النبتة نفسها شنو هي، شنو هي احتياجاتها الخاصة. وفي بعض النباتات عبد العزيز بعض الناس يقولوني هي ميتة، لا هي مو ميتة، صح هي ساية دورمنت، هي ناطرة لشتة عشان تطلع هي داشة السبات الحين مثل نايمة عشان ترد. واو اوكي، هذه المعلومات مفيدة اليوم ان احنا نعرفها، لان دائما احنا ترى نتكلم عذاري ونقول موضوع مسؤولية لما انت تعتني بكرم سامع الحيوانات، ترى نفسها لما يجي الموضوع حق النبات احنا نتجاهل ترى انه هو كائن حي، ترى حالنا احنا والحيوانات، فلازم نهتم فيه دير بالك. وحتى في ناس انا ما ادري يعني تضحكون عليهم لا، ترى يسولفون مع النبات ويقعد ويصبح عليه ويمسي عليه ويغني له، وفي وايد ناس تقول لك جرب ان انت تحط يمك الزرعه وغن لها وصبح عليها راح تشوفها اصلا تحس ان هي صارت غير. بقول لك شيء الكلام عذاري، اي بقول لكم شيء يضحك، لان انا اني اسولف مع نبتتي اللي عندي يعني، فدايما اقول صباح الخير شلون ليش اليوم انت زعلانه وامشي، لان احس انه يعني يو هاف تو هم يسولفون مع بعض الزرع ويعرفون بعض بعد، يعرفون انهم من نفس العائله لأن فيها يعطون دبابات يعطون دبابات حق بعض والله إيه، يعطون signals micro signals to each other. واو كيوت سوبر كيوت والله. شوف أنا قاعد أحب النباتات بزيادة. قبل لا نختم معك عذاري، إذا في مجال إيش تعطين بعض النصائح الحين حق الناس، كنا إحنا صدق قلنا من بداية اللقاء إن إحنا داشين على موسم الزراعة وهذا موسم وايد جميل، متى يبتدي ومتى ينتهي؟ وأعطي نصائح حق الناس. نصيحتي لكم ان الحين الموسم الزراعي راح يبتدي شهر 10 اكتوبر وراح ينتهي على نهايه 3 اول 4، فهو لازم تحطون بالكم في انواع نباتات، في النباتات المستدامه اللي راح تضل سنين والمعمره اللي من سنه لسنه راح تضل، وفي النباتات اللي بس موسميه. فلما تروحون المشاتل روحوا سألوا هل هي موسميه، لان في وايد ناس يشترون نباتات وحسب لهم ان طول السنه راح تكون موجوده راح تموت عندهم، فحطوا شلون بترتبونها، وايضا اذا ماتت لا don't give up، جربوا مره ثانيه ترى عادي، يعني في مرات انتم مو عارفين لها حل، اعطيتوها كل احتياجاتها بس هي ماتت، لان هي مو يبيلها من المشتل لبيتكم ومو متاقلمه حق الاجواء مالت حديقتكم، لان كانت بمكان كل شيء معطينها، معطينها الماي معطينها الرطوبه معطينها السماد، يعني جبتوها برا بالجو فما تحملت ما تاقلمت، فلا don't give up keep trying وتعلموا كل مره تجربه.
نفس الزرع عاد يجربوا نمبر 1 2 3 سبيتشا 1 سبيتشا 2 سبيتشا 3 بالضبط never give up بموضوع خصوصا اذا كان هذا من اهتماماتكم الحين وودكم ان انتم صدق تدشون في هذا المجال او تتعلمون او ان انتم تشوفون بس منظر جميل عندكم في البيت. فمثل ما قالت عذاري اتوقع كلامها اليوم كان وايد جميل وحماسي وبعد شوي راح اقول لكم على مكان انا اكتشفته هو مشتل وكافيه بنفس الوقت ويعني راح تتنهارون ترى نحتاج هالأماكن والله اي جميل وتعيشي بهذا الأجواء الجميلة أو عندكم أسهل تعالوا عندنا هني مارينا وعيشوا الأجواء الخارجية لكن داخلية مع نباتات اللي موجودة معنا. كانت معنا في المايك الرابع عذاري المطوع مهندسة وباحثة زراعية احنا وايد استمتعنا معاك وهاف ا جود ون ثانك يو يعطيكم العافية الله يعافيك.